تم الاتفاق مع الاتحاد الدولي لقرار القانون الجديد، وتم الموافقة فيه من قبل لجنة الشباب والرياضة مشكورة، ونأمل من أعضاء مسؤول إن شاء الله قرارها بأسرع وقت ممكن. وسحب القضايا هناك تفاهم مع الاتحاد الدولي فيها، وبقية الشرط الثالث نعتقد الاتحاد الكويتي الآن هو بيصدد رفع مذكرة للاتحاد الدولي، وسوف نرى ماذا يقول الاتحاد الدولي في هذا الموضوع. نتمنى مثل ما أن تحترم رغبات الجمعيات العمومية باختيار ممثلينها، وليس أتكلم على الاتحاد فقط، أتكلم كل الاتحادات بإذن الله. إن شاء الله يعني متى ما خلصنا من غمة الإيقاف سوف نأتي بمراحل تطويرية أخرى. الآن ممكن الحكومة مستقيلة، فوزير الشباب والرياضة القادم وطبعا حق أصيل لسمو رئيس مجلس الوزراء يختار من يراها مناسب، ولكن يعني الدرب صار واضح وممهد خلينا نتكلم لكل أي وزير قادم.